بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل قراءة كتاب التبيان للإمام النووي رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند قضية احترام التلميذ لشيخه. كان آخر شيء شرحناه قول بعض السلف أنه إذا أراد أن يحضر عند شيخه قال: اللهم استر عيب معلمي ولا تذهب بركة علمه مني، وقد شرحناه. قال الإمام النووي رحمه الله: وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله، وهو من أعظم من نقل مذهب الشافعي، الربيع بن سليمان، قال ومن تلامذة الشافعي: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. فمن شدة توقيرهم لمشايخهم كانوا يرون أن شرب الماء أمام الشيخ من خوارم المروءة، وأنه لا يلزم من شدة احترام الشيخ. وقال الشافعي نفسه الذي سخر الله له تلميذا يتأدب معه وهو الربيع بن سليمان، قال الشافعي: إني لأكره أن أقلب الورقة في مجلس الإمام مالك. في مجلس الإمام مالك، والشافعي من المقربين، كان يستحي أن يقلب ورقة الكتاب. لما تصدره الورقة من ذلك الصوت؟ فلربما يلفت انتباه الشيخ. وهذا فيه دقة وشدة في الاحترام للمشايخ، ولهذا انتفعوا ببركة علمهم. ذهبت الآداب وذهبت الأخلاق مع المشايخ، فأتى أناس يسيئون إلى المشايخ في المجالس، يقاطعونهم، يسبقونهم بالقول، يرفعون أصواتهم، ولربما انتقدوهم بسوء أدب، وفعلوا. ولست أدري أترانا أسأنا الأدب حتى جعل الله من يسيء لنا الأدب؟ لأن هذه الدنيا هذا هو قانونها، كما تدين تدان. فنسأل الله أن يغفر لنا إن كنا قد فعلنا، وأن يهدي الطلاب أجمعين. قال النووي: وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية. هذا من الأدب، أن تسليمك على العامة لك تسليمك على شيخك. فالعامة قد يكفي معهم مثلا قولك السلام عليكم، وأما مع شيخك فتزيد على ذلك بتحية وابتسامة وإشارة ونحو ذلك. وهذا كله مما يطيب العلاقة بين الشيخ والتلميذ، وهو أيضا مما يذهب ظن السوء الذي قد يسعى به الشيطان بين الشيخ وتلميذه. فإذا داوم التلميذ والشيخ على البسمة وعلى التحية بقي حسن العهد بينهما، وحسن الظن بينهما هو الراية وهو الشعلة التي يتعاملون بها. قال النووي: وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول. هذه من الآداب، أن تجلس أمامه. فليس من الأدب أن تجلس من خلف شيخك. جاء في الأثر النهي عن أن يتوسط الشيخ الحلقة إلا للضرورة، كأن يمتلئ المسجد ولا يبقى مكان إلا خلف الإمام، فيجوز للطالب أن يجلس خلفه. أما ابتداء وفي بداية المجلس وعند امتلائه وهو يمتلئ شيئا فشيئا، لا بد أن يجلس الناس أمام الشيخ لا خلفه. ولا تشيرن عنده بيدك. إما المقصود بالإشارة إليه، فهذا من أسوأ الآداب وأسوأ الخلق، أن تشير إلى الشيخ بيدك، أو أن تشير بيدك إشارة ليست بالسبابة وإنما إشارات أخرى، إما فيها استنكار لما يقوله الشيخ، أو فيها دلالة على الحيرة والتعجب ونحو ذلك، أو أن تشير إلى غيره وإلى أصحابك في مجلس الشيخ
وهذا مما يجعل الشيخ يفهم أنك لست تتابع. قال ولا تغمزن بعينك، معناها الطعن، غمزه أي طعن فيه. فإذا أتى الشيخ بفائدة فلا تفعل بعينك كأنك تعلمها قبل أن يعلمك إياها. إذا أتى بفائدة لا تحرك حاجبيك ولا عينيك ولا مقلة عينيك على أساس أن هذا خلاف ما تعرف، أو على أساس أن هذا عجيب، بل إلزم السمت، ابق مطأطئا رأسك أو تنظر إلى الشيخ ولا تبدي ذلك على حاجبيك أو على عينيك ووجهك، ليس من الأدب. أيضا قال هنا ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول، وحري بالشيخ أن يطرد الطالب إن هو فعل ذلك. إذا كان الشيخ يشرح، رفع بعض التلاميذ أو تلميذ رفع يده فقال للشيخ يا شيخ العالم فلان قال خلاف ما تقول، حري بالشيخ أن يقول للتلميذ انصرف أو اغرب عن ناظري أو أخرج من المجلس، أو أن يقوم الشيخ نفسه ويقول للتلميذ وللتلاميذ لله علي عهد ألا أحدثكم بعد اليوم، وينصرف ولا يعود. له أن يفعل ذلك إن وجد هذا الأدب السيء من التلاميذ، ولكن في هذا الزمان يصبر الشيخ، يصبر، يقول للتلميذ ابن عثيمين قال كذا، لكن شيخ فلان قال كذا، لكن الشيخ يقول له بارك الله فيك اسمع لهم تبعهم ويواصل. ماذا؟ لأن الناس تغيروا والزمن تغير والأخلاق تغيرت، فلا يملك الشيخ إلا أن يتجاهل الأوصاف السيئة، ويتجاهل ما يفعله التلاميذ من سوء الخلق، ويتناسى ويمثل كأنه لم يراه، وهو رأى وسمع وعلم وفهم، لكنه يمثل كأنه لم يسئ الأدب فلان من الناس. قال المؤلف ولا تغتابن عنده أحدا ولا تشاور جليسك في مجلسه. تحتاج إلى طول كلام، وراه غير ربع تقريبا الجرس، مش عارف أقول لا لا ها لا، من بعد قلت لكم بعثت لكم قلت لكم لا لا، تقصد على المحاضرة، ما بانوش جماعة المحاضرة، أكدي لي باش إذا مشي محاضرة نروح، لأني مستعجل شوية. صح إذا كاين محاضرة ندير محاضرة، عندنا بزاف ما درناش. ما يتعلق بالتبيان ننتهي عند هذا القدر ونواصل الأسبوع المقبل إن شاء الله.